قصة خالد الشاب خالد أو يقول يوم من الأيام حضرت إلى المدرسة وأنا كنت مدلل جدا عند والدي. يقول أنا وحيد والدي وكنت أسيء إلى المعلمين وأسيء إلى الإدارة وأسيء إلى الطلاب، وإذا رحت للبيت أقول يبا ترى المعلم طقني والمعلم قال لي أبوك اللي فعلته كذا وأهلك كذا، ويجي أبوه يوم من الأيام ويتشره على المعلم، وين المعلم؟ أنا بطق المعلم ليه؟ يمسك المدير قال أنا ما أبي إلا أبي المعلم، فقال إيش تبي؟ قال إلا أبي. طبعا في ذكاء المدير يقول لأن شاف الأب في حالة غير طبيعية يبي يتفاهم وياه ما هو قادر يتفاهم معه، فقال معلمه موجود، قال إلا موجود، قال ما هو موجود. فأثناء ما طلعوا الظهر قال الأب جالس في السيارة وطلع الولد قال وين المعلم؟ قال هذا هو المعلم. يقول واروح اجي لابوي انا وابوي وطقينا المعلم، ويجون يمسكونا وياخذونا للشرطه ونطلع الشرطه. فقال ان هذا ضارب ولدي. قال انا شلون ضربته؟ كان بالصف ما اضرب احد ولا كذا. قال ابدا. المهم ويجون ويحققون مع كم طالب، تعرف يعني مرحله ثانويه، يحققون مع كم طالب. قال ابدا ولا شفنا الاستاذ ضرب الطالب أبدا. فيقول يعني كنت شقي جدا، فوقعت أبوي في حرج، وقعت أبوي في نظر المعلمين والإدارة في يعني أنه إنسان غير سوي وأنه إنسان كذا، بسبب عاطفة الأب اللي عند الأب بدون تحقق من مشاكل الأبناء، من مشاكل الأبناء. فوقعوا الآباء في كثير من المشاكل والحرج مع المعلمين، وخاصة الآن احنا مقبلين على يعني هالأيام إن شاء الله قريبا تعود الدراسة كاملة. فنرجو من الآباء أن يكون يتريث في اتخاذ القرار ويتأكد من معلومات الابن، ويعطي المرشد الطلابي أو الإدارة الدور للوقوف على هذه اللي ينقل من الطلاب. فهذه هي قصة. يقول أنا الوالد الآن طبعا تخرج، يقول والله إلى الآن أبحث عن المعلم لأعتذر له، أبحث عن المعلم لأعتذر له من الأسباب اللي سببتها له والإزعاج. الآن بعد ما عقل وبعد ما صار إنسان سوي وتوظف وصار رجل مرموق، فيقول أنا. فهذه دعوة إلى كل الشباب وكذلك إلى الآباء بأن ترى المعلم في المدرسة رجل مثل ما نقول حمامة السلام، رجل يعطي ما يأخذ، رجل يقدم لكم الأشياء الكثيرة، وهذا حنا الحمد لله نتاج معلمين طيبين.